صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أحبتي في الله، في هذا الفيديو سنتعرف على طريقة بسيطة ورائعة ومختصرة جدا لتحميل أي فيديو من اليوتيوب. إذن أولا نذهب إلى اليوتيوب، ثم نختار الفيديو الذي نريد تحميله. مثلا أريد تحميل هذا الفيديو، أضغط عليه، أفتح الفيديو. السلام عليكم، معكم محمد عاشق المعلوميات. أضيف اس اس، حرف اس اس إلى رابط الفيديو أعلاه، ثم أضغط انتري، أنتظر بعض الوقت، أنتظر، ثم أختار الصيغة التي أريد تحميل الفيديو بها. مثلا أختار الصيغة MP4 720، ثم أضغط تيليشارجي. إذن لاحظوا، إذن بعد الضغط على تيليشارجي تنبثق لنا أو يبدأ الفيديو في التحميل. إذن أنا قد قمت بتحميل الفيديو من قبل. إذن أحبتي في الله، هذه هي الطريقة. إذن هي طريقة بسيطة ورائعة قد تستعملونها في تحميل فيديوهاتكم من اليوتيوب بطريقة مختصرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.